يقولون إنك كنت تعترض على بعض الأسماء، خاصة الأسماء النسائية في العمل، إنه هذه تنفع ودي ما تنفع. لا مو صحيح. كيف يعني أنا أقرر من المرأة اللي تجي ومن المرأة؟ تقولي هذه ما تصلح، لا تجيبونها، هذه ما تنفع تمثل. لا ما لي سلطة، ما لي أي سلطة في الموضوع. هي حصلت حادثة واحدة. وش هي؟ أنه في الممثلة معنا هذه نسيت اسمها، كان صار لها مشكلة مع روتانا، أو مع روتانا. فأنا كلمتها قلت لها يا بنت الحلال أنت مهمة، خليكي في المسلسل. هي تبغى تتزمر علينا. تتزمر يعني إيش؟ يعني نجمة وصارت، وإن اللي صانعينها. تتكلم عن ميساء مغربي؟ أيوة بالضبط، حنا اللي صانعينها وصارت تتزمر. قلت أنا هذه ما تصلح، لأن عندنا شو اسمه مواسم قادمة، فتقعد. لأن المخرج صنعها، المخرج يعني صار يطلعها فوق، خليها تمشي ويخليها عند الباب، طلعها يعني أميرة، يعني أميرة الأمراء، ولا من أمراء وينسر، عرفت؟ فقلت وقف، ما نبغى تتنمر علينا. وبالفعل تنمرت، بس راحت افتخل يعني. لا لما يصير في العمل انها اميره تصير اميره؟ لا لا ما فهمت. ما كان هذا مستواها في الدور، يعني الدور اساس انها طغت على زميلاتها اللي معها زي اميره محمد وذولا، هم في مصافها يعني مفروض. لكن المخرج صار يلاحقها ويلبسها فساتين وما ادري كيف ويطلعها وينزلها. يعني قلت لها مو بصحيح، يعني انت وزع هذا على جميع البنات الشيخ، يعني خلهم نفس المستوى. لا المخرج راح معها، انزرق معها، يعني ما ادري يعني حبها وكذا، فراح معها الى اقصى حد. شلون حبها يعني الان؟ لانه صارت ما فهمت يعني. قصدي المخرج يعني اعجبها. هي لضرورة فنية ولا لا؟ ما لها علاقة بالضرورة الفنية. الضرورة الفنية تفرض ان تبقى في نفس الخطوط حقتها. يعني هو لشيء خارج نطاق العمل. اعتقد انا اقول ما بري ذمتي، لكن اقول انا انه هو اسهم في انه فكك العمل، لان العمل يجب يكون فيه البنات. وتغير المخرج في الجزء الثاني؟ لا استمر، بس فهمناه انه مو معقول هذا الكلام، يعني مثلا انت بطل وانا بطل، وان نبغاكم متساويين في الصراع. هذا الكلام هو الان المفروض يصير كوتا حصه توزيع، انه انت لك ولا لي. إيه؟ ولا المفروض النص هو اللي يحكم، النص اللي يلعب ربع مشهد وانت لك. لا بس المخرج يلعب دور كبير في اي عمل. المخرج لما يجي يصور مسلسل يقدر يرفعك ويقدر يطمنك، مثلا يحط الصوره عليك بشكل تصير بشع باستمرار، يركز على البروفايل ولا يعني يقدر يلعب المخرج. والمخرج ايضا يتدخل حتى في بنيه النص، لانه هو الكاتب الحقيقي، لانه يكتب بالكاميرا، انا اكتب بالورق ثم خلاص. يمكن انا اشوفه بابعاده الثلاثه، بس يمكن هو المخرج يشوفه بطريقه اخرى. يقال انه استمر المسلسل بجردان الصحراء باسم اخر، وانه هذا مختلف. لا مختلف تماما. جردان الصحراء هذا فكرته غير هذا، بس انه كانت نفس الاجواء. يعني احنا كنا في جردان الصحراء نبغى نطرح الفساد، عرفت؟ الفساد كيف يعشعش. وما كان ما كان اسمه جردان الصحراء، كان اسمه جردان القصر. انا ماخذ الفكره من جردان الانابيب، في كتاب الفه واحد فرنسي عن خاشقجي القديم، مش هذا حق السلاح، فسماه جردان الانابيب، اللي هم هذولا حقين النفط وكذا، ويروحون يبيعون وما نعرف، يعني في فساد. فأنا أخذت اللمحة هذه وسويت منها جردان القصر، لكن غيره. يعني الفكرة تدور حول الفساد في الطبقة المخملية. المخملية والأسر. ليش كررتها؟ أنت عندك عمل خلاص، أنت حكيت عنها في أمير الصحراء، ليش تكررها فيه؟ ما في فساد. أنا أتكلم هنا ليه؟ أنه فيه عوائل يروحون بناتهم إلى لندن وباريس وكذا، أساس يزوجونهم من الشخصيات الموجودة هناك. طيب